الابتدائي وعلى الجا والسياق ديالو. طبعا اليوم ميزانيه جامعه الدار البيضاء وانا راه قلتها في العديد من الاجتماعيات هي ميزانيه التي لا تكفي لتفعيل جميع قرارات مقررات المجلس 3 مليار و500 اللي كانت اعلى نسبه اللي كان الناس سجلناها في واحد الوقت طبعا غير كافيه. بدينا نعاود نذكر ثلث النفايات، ثلث للأطور والموظفين، وثلث كيبقى طبعا لجميع فيها ليفيرسومون، فيها الماء الضو، فيها التجهيز، فيها ما كيبقى والو. وهذا كيجعل على ان الدار البيضاء تتاخر يوم بعد يوم. فطبعا مجلس مدينه الدار البيضاء السمستر سي حيكر ياك بغيتي تسمع؟ ايوا سمع كنسمع. طيب دونك اليوم قرار جبائي على الجا جا طبعا لتنفيذ بعض يعني الرؤية اللي بانت لنا على أننا ما ننساوش على أننا التزام باش نرفعو سنويا من هاد المداخل ديال مدينة الدار البيضاء بنسبة 10%. هاد السنة طبعا كان تحدي كبير ديال 2022 أننا وصلنا ل 4 مليار و200، أول مرة تسجل في تاريخ الجماعة منذ وحدة المدينة على أن مجلس مدينة الدار البيضاء وبفضل المجهودات ديالكم طبعا تم تسجيل هذا الرقم المهم. وهذا 4 مليار و200 ديال هذه السنة سمحات على أننا رجعنا أو موان أون أبيي نو زاريغي، لقينا في مجال النظافة 32 مليون كتسال من 2019. فبمجهود كبير وبمجهوداتكم الحمد لله اليوم اوني اجور، ما بقات كتسنى الشركه النظافه ولا سنتيم. فهذا الجهود طبعا يكتسب بالمجهود. كانت الديون المتراكمه على الجماعه من طرف الاحكام كتوصل 560 مليون ديال الدرهم، كنا سنويا كنحاولوا نخلصوا 40 مليون، هذه السنه خلصنا تقريبا 40 مليون ديال الدرهم. فهاد لي زاسينيسمون طبعا وانا نقول لكم وراه قلتها لبعض الاعضاء، يعني هاد السنه اشتغلنا على تطهير ميزانيه جامعه الدار البيضاء. هاد التطهير ان شاء الله غادي نجيب لكم في الدوره الجايه، غادي يعطينا واحد المبلغ مهم باش يمكن نديرو تجهيز هاد السنه، لان تطهير المشاريع ديال 2013 و14 و15 و16 وحنا جايين هبطنا حتى لتحت وحنا طالعين دابا باش يمكن لينا اون كلوتور لي دوسي فيني لي ريسبسيون ديفينيتيف في 19. راه بقينا غاديين، راه اليوم راه المدير خدام في هادشي، كاين لي دوسي اللي حيد منه 200 درهم، كاين اللي كاين كلوتور ب 500 درهم، كاين اللي كلوتور 2 مليون درهم اللي شاطت، وهادشي راه من 2013 هو جاي. وبالتالي اليوم كاين هاد العملية التطهير اللي مهمة جدا هاد السنة، ولو هادشي كله غادي خص مازال واحد المجهود كبير يدار باش يمكن لينا ندخلوا مداخل جديده لمدينه الدار البيضاء. خصنا هذا العام درنا 4 مليار و200 نساليو بها السنه. اذا طبعا غادي خص واحد المجهود لان لا تي في غتنقص لنا هذه السنه، وبالتالي خصنا نديروا واحد المجهود. القرار الجبائي اليوم اللي جا فيه بعض المقتضيات واللي اشتغلت عليهم النائبه المحترمه الدكتور الجاوي طبعا بمعيه الاداره الجبائيه، وبنا طبعا الشكر والوصول لهم لان اشتغلوا على واحد المجموعه ديال الاشياء اللي طبعا فيها التزامات لا الجماعه ولا، ولكن في احترام تام لمقتضيات الملزمين. غادي نمشي لي غرافا سي عبد الصمد، مزيان نديرو 20 درهم للمتر مربع من 2018، يمكن لي تقولي واش تخلصات اليوم من هذا؟ جامي ما تخلصات، ما غاديش نخلي واحد قرار جبائي معلق باسكو واحد النهار قال لنا راسنا اجي نديرو 20 درهم متر اون سيرفاس متر كوب اون سيرفاس، ولكن للاسف لم تحصل. لماذا لم تحصل؟ وهذا هو السؤال الوجيه اللي خصنا نطرحو. لماذا لم تحصل؟ واش انا ندير قرار جبائي ونخليه؟ خاصك تعرف على ان كاين مسؤوليه قانونيه اذا لم نحصل طبعا المجلس الجهوي للحسابات تابعنا عليها وسوف يتابعنا عليها، لان ملي كنديروا قرار جبائي يجب ان يطبق، ويجب ان يطبق ابتداء من تاريخ صدوره والتاشير عليه من طرف السيد الوالي.
اليوم عندنا مشكل نفايات الهم. دابا انا سمعت لك سمعني انا جايه كان تفكير شنو الغرض اليوم، شنو بغينا في الدار البيضاء؟ الدار البيضاء اليوم عجبانا بالنفايات الهامده اللي مشتها باختو، حسبنا وصيفطنا كذا بيئه دارت الدراسه الاوليه لقينا 4 مليون ديال الطن ديال النفايات الهامده اللي مشتها في جميع ازقه مدينه الدار البيضاء. علاش؟ لان ما درناش واحد البديل فين نديرو هاد النفايات الهامده. خرجنا واحد لاتاكس وقلنا هاد لاتاكس غادا تنفع المنعشين العقاري اللي كتكلم عليهم. هنايا انا كنقول لا للمزايدات، لان ملي كنعطي ضريبه كنعطي لها خدمه، ما عطينا حتى خدمه. فاليوم هذا المكتب كنجري وهذا الموضوع خدم عليه السي افيلال مع معيه طبعا مجموعه من المتدخلين، شنو اقترحنا؟ قلنا غادي نديرو، لان اليوم شنو اللي كيوسخ الدار البيضاء؟ نفايات الهدم ماشي نفايات المنعشين، لان المنعش اللي كيحفر راه كيدي التراب ديالو كيتباع، وراه اللي كيدير هادشي راه كيعرف على ان هذاك الحفر ديال التراب ديال لو سوسول اللي امبورطون كيتباع. اللي كنلقاو اليوم النفايات سي كنلقاو القبص، كنلقاو الجليد، كنلقاو لي ديبري ديال الحجر ديال ماشي هو اللي كنلقاو في الدار البيضاء، وراه المعطيات باينه وراه كلشي كيشوف. فاليوم اللي اقترحنا وهو اولا هذاك جباية على الهدم غدوز من 500 درهم ل 1000 درهم. علاش؟ لان الجديد دفتر التحملات ان شاء الله اللي غادي يجي، وهو ان النفايات الهامده ان شاء الله اللي غادي يكون مقترح عليكم في هذا دفتر التحملات، وهو ان هذه الخدمه غادي تخدمها الشركات الحاليه. يعني اليوم اللي غادي يجي يجمع غادي يجمع النفايات المنزليه والنفايات الهامده، ما غاديش يبقاو انديبوندون لا على لا باش نقيو الدار البيضاء. واتفقنا معاهم طبعا بحضور وزاره الداخليه على ان اليوم هذا لو ستوك خصو يزول، وان شاء الله غادي تشوفوا على ان هذا لو ستوك غادي يتهز نهار على نهار. كاينه مرحله ثانيه اللي غادا تجي وهما لي بان، هما اللي غيتحطوا في الدار البيضاء كامله. وهاد لي بان اللي غادي تحطوا هادو اللي غادي يجيو يرميو النفايات الهامده في الزنقه، درنا لهم لي بان، ولي بان سون جيولوكاليزاب، والشركه اللي غتكلف بهم ديال النظافه هي اللي غادا تهزهم بقيمه. ولكن القيمه راه مازال ما عندناش القيمه الاجماليه، لان الدراسه كيفاش اخرنا هذا الموضوع، اللي هما اللي غادي يجمعوا هاد النفايات الهامده وغادي يديهم للمطرح. فاحنا ملي كنعطيو خدمه خصنا نعطيو البديل، ما بقيناش حبسنا هنايا. جينا طبعا شكر الموصول لعامل عملات نواصر، وتفضل على انه وضع رهن اشاره جماعه الدار البيضاء من كارياف اللي غادي نبداو نرميو فيها هاد النفايات الهامده. وفي الدخله ديال لاكارييغ وهذاك الرسم اللي شفتو ديال 10 درهم للطن، وهو ان اللي كيهدم غادي خصو يهز النفايات الهامده ديالو ويديهم طبعا لهذا المطرح. اللي غيديهم للمطرح اللي سميناه المطرح من رتبه ثانيه غادي يعطيه واحد لو كيتوس، سي ان دوكيومون اللي نهار اللي يجي ياخذ طبعا لو بيرمي ديال لافيتي ولا بيرمي دو كونستروير، خصو يعطينا ويثبت على انه بالفعل دا هذوك النفايات الهامده داهم للمطرح. لان حنا الفحوه من هادشي كله ماشي نربحو، ما باغيينش نربحو، حنا باغيين نقيو، فنعزلو واش بغينا نقي ولا باغيين نربحو. وخاصة اننا ما ربحنا والو، درنا طاكس وما دخلنا منها حتى حاجه، وولينا معلقين مع القانون، وفي نفس الوقت خلينا الدار البيضاء كتغرق في النفايات الهامده. فاليوم هذه جرأة وجرأة سياسية، وأحيي المكتب عليها، لأن نلقاو حل أنا نبقاو نفرجو فيه، وهذا هو الفرق في هذا المجلس، ما كنتفرجوش كنخدمو. اليوم كانت جرأة على أننا نقبطو، ما باغي نغرقو حتى واحد، وحنا لسنا ضد الاستثمار، بغينا المعيشين العقاريين يخدمو، وبغينا الدنيا تخدم، وبغينا الاقتصاد يروج في مدينة الدار البيضاء. فخصنا نلقاو حل. اليوم عطينا خدمة مقابل واحد القيمة ديال اون تاكس، لأن الهدف هو جمع النفايات وليس رميها بمدينة الدار البيضاء. هذا من جهة.
إذا بعد النقط ديال القرار الجبائي اللي تكلم عليهم السيدة النائبة اللي جا اقتراح فيهم، كان لي كيوسك دوزنا من 250 درهم دوزناهم ل 500 درهم، لأن كاينين دي كيوسك اللي عندهم يعني الربح ديالهم مهم جدا، ف 500 درهم للمترو في ثلاث أشهر مرات من 250 درهم مرات ل 500 درهم. إلا تكلمت على المقاهي ما جبناهاش هذه المرة، لأن هذا المكتب وهذا المجلس كيمشي للمقاربة التشاركية، كنبغيوش يجيو نحطوا هذاك الشيء. طبعا كاين أخذ ورد، وكاين أننا نستشعر الحس ونستشعر المسؤولية اللي ملقات على العاتق ديالنا، حنا باغيين نغرقوا حتى واحد. حنا عارفين أن كاين يعني مسائل اجتماعية التي يجب مراعاتها، فهذه القرارات اللي اتخذت اليوم ديال القرار الجبائي هي قرارات ماشي كبيرة، ولكن المهم ديالها عندها عندها لودولا. يعني اليوم ملي كنخرجوا قرار على أننا نجمعوا لهاد النفايات الهامدة ونعطيو خدمة ومقابل هذه الخدمة قرار ديال الجبائي دوز من 500 درهم ل 1000 درهم، كنظن على أن طبعا له غادي يكون عنده واحد النفع جد مهم، لأن ما كاينش شي بيضاوي اليوم اللي ما بقاش عاجبو هادشي النفايات الهامدة اللي كترمى باغتو في مدينة الدار البيضاء. طلب لجنة موضوعاتية كنظن أنه طلب موضوعي، ورحنا في الشفافية المطلقة، باش نديرو لجنة موضوعاتية خصنا نصادقو عليها في الدورة الماجية. إذا هذا كنظن على أن خصها تكون عندنا نقطة مدرجة في جدول الأعمال المرة الجاية على خلق لجنة موضوعاتية من أجل موارد مدينة الدار البيضاء. جرد وترتيب ممتلكات غادي نخلي السيد نصر الله غادي يتكلم عليها مزيان، هي ومخرجات ديال اخر اتفاقية. طبعا المسائل الاخرى اللي تكلمت عليها طبعا سوف ياخذ بعين الاعتبار كل ما تم التداول فيه اليوم، واجب وضروري، وحنا كنحييو على المسؤولية اللي عندك السعد الصمد على شؤون مجلس مدينة الدار البيضاء. شكرا.